أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس التربية الوطنية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستتعرف على مفهوم الديمقراطية وأهدافها. مفهوم الديمقراطية وأهدافها: الديمقراطية هي كلمة يونانية تتكون من مقطعين، ديمو وتعني الشعب، ديمقراطية تعني الحكم. لذلك يمكن تعريف الديمقراطية بأنها حكم الشعب، وتختلف أساليب الممارسة الديمقراطية إلا أنه توجد أشكال ثلاثة يمكن بواسطتها ممارسة الديمقراطية. أشكال الديمقراطية تكون مباشرة، نيابية، شبه مباشرة. مباشرة يكون فيها الشعب مصدر السلطة وله حق ممارستها، وسبق أن طبق هذا النوع من الديمقراطية في المدن اليونانية القديمة، وخصوصا في أثينا، ولا تزال الديمقراطية المباشرة تطبق في وقتنا الحاضر في بعض الولايات السويسرية. الديمقراطية النيابية، وأطلق هذا النوع من الديمقراطية على النظام الذي يقوم فيه الشعب بانتخاب أشخاص يطلق عليهم لقب نواب ينوبون عنه ويتولون باسمه السلطة التشريعية التي تتضمن التشريع والرقابة، وهذا هو النوع الشائع في الوقت الحاضر، إذ يختار الشعب ممثلين له مدة معينة حسب دستور الدولة. الديمقراطية شبه المباشرة هي صورة مركبة بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية، إذ ينتخب الشعب نوابا عنه ولكنه يحتفظ بحقه في ممارسة مظاهر السلطة مثل الاستفتاء الشعبي واقتراح القوانين أو الاعتراض عليها. أهداف الديمقراطية عزيزي الطالب: تتطلب الديمقراطية سنوات طويلة كي يصبح أسلوب حياة وحتى يمارسها الأفراد والجماعات والحكومات بدافعية وواقعية. وعندما تتجه دولة ما إلى تطبيق الديمقراطية فإنها تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف، وهذه الأهداف هي مشاركة الشعب في ممارسة مسؤولية اتخاذ القرار، التضحية في سبيل المصلحة العامة، تطوير المجتمع على أساس الجدارة والاستحقاق، التسامح، وتحقيق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، تحقيق الأمن الشخصي والاجتماعي والاقتصادي، احترام المال العام والمحافظة عليه، ترسيخ مبادئ احترام الرأي العام. إذن عزيزي الطالب، الديمقراطية شبه المباشرة صورة مركبة بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية، إذ ينتخب الشعب نوابا عنه لكنه يحتفظ بحقه في ممارسة مظاهر السلطة مثل الاستفتاء الشعبي واقتراح القوانين أو الاعتراض عليه. البرلمان الطلابي عزيزي الطالب هو تنظيم طلابي يكون في مدرسة تحت إشراف تربوي، وذلك لتحقيق أهداف تربوية وممارسة التربية الديمقراطية، ويعد من أشكال الديمقراطية شبه المباشرة. وللبرلمان المدرسي أهداف منها: تعميق مفهوم الديمقراطية في نفوس الطلاب، وتعميق مفهوم الانتماء والولاء. عزيزي الطالب، عليك تبين أهداف أخرى للبرلمان الطلابي، وأيضا أهمية البرلمان الطلابي في تعزيز مفهوم الولاء والانتماء. أنا مواطن أردني، أشجع والدي على المشاركة في العملية الانتخابية لأن حق من حقوقها، وشارك في انتخابات البرلمان الطلابي وأتحمل المسؤولية. بعد ذلك عزيزي الطالب، عليك أن تقوم باستنتاج الفروق بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية وشكل الديمقراطية المطبق في الأردن، وهل يمكن تطبيق مثل هذا النوع من الديمقراطية في الوقت الحاضر بشكل واسع، ولماذا؟ عليك عزيزي الطالب القيام بنشاط معين بالتعاون مع أفراد مجموعتك. عليك تناقش أهمية ثلاثة من أهداف الديمقراطية وبيان أثرها في بناء المجتمع، ثم نقوم بحل أسرة الدرس، وهي مفهوم الديمقراطية والديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية والبرلمان الطلابي، وتناقش تحديد مدة عضوية أعضاء مجلس النواب المنتخبين تحسن من أدائهم. يصعب تطبيق الديمقراطية المباشرة في الوقت الحالي، وبيان عليك بيان سبب تسمية الديمقراطية المباشرة بهذا الاسم، وبيان أهداف البرلمان المدرسي وما هي أهداف الديمقراطية وفق أهدافها. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.